في عريس يسيب خطوبته تروح تدفع فلوس اوضه النوم لوحدها؟ ها ياخد اهم حاجه في الجواز اوضه النوم. لا اهم حاجه في الجواز ان احنا نبقى مع بعض طول العمر. يعني احنا هنبقى في الشارع؟ ما احنا اكيد هنبقى في اوضه النوم. واحنا نقعد طول العمر في اوضه النوم؟ مش انا قلت لك ان انا كان عندي شغل؟ يعني انت مره تسيبني واقفه في الشارع بالساعه والساعتين ومره ما تجيش اصلا. خلاص يا حبيبتي اللي حصل حصل وخلصت شغلي وجيت وهنقعد نتعشى سوا. اه انت جاي تاكل بقى جعان وكده. يعني امشي؟ لا تمشي فين يا اوفا؟ انا ما بصدق اشوفك يا اوفا. شفتي يا حبيبتي وانت بتقولي اوفا كده بتبقي لطيفه ازاي؟ يا حبيبتي طبعا. لحظه مين بقى اللي بيكلمك؟ مين ده اللي بيكلمك؟ انا اعرف منين. هاتي بس هاتي. اه طبعا ما انت عايز ترد على الهانم اللي بتكلمك. هانم ايه بقى؟ بطلي الكلام الفاضي ده. هاتي اما اشوف مين. افتح السبيكر. ايوه مين؟ افتح السبيكر. حاضر حاضر افتح السبيكر. ايوه مين؟ انا هلال كامل عايز اقابلك دلوقتي. طيب ما ينفعش ناجل ميعادنا لبكره يا استاذ هلال؟ عرفت لك مين اللي بيمول الجريده؟ أنا جاي لك حالاً يا أستاذ هلال. حالاً فين يا حيلتها؟ رايح فين يا حيلتها؟ إيه ده وإيه حيلتها دي؟ إيه الكلام ده؟ هو أنت مش حيلتها ولا هي عندها حيلة تانية غيرك؟ لا يا ستي أنا حيلتها وما عندهاش أي حيل تاني غيري. معلش يا حبيبتي بس ده معاد شغل مهم جداً. هنعمل إيه؟ لازم نفضل صابرين يا صابرين. والله يا جودي ما تعمليش العشاء يا ماما.